دائم صلى الله عليه. هل من ظالم عجنب إلى المظالم، فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع الزوائم والقوم بين ندم ودائم وخائب الناس يعادم وابق من الذنوب ليارب فلا يزالون بالازدفار عن داق فقف النار ضيون الغيائم فيعودون وقد فازوا بالمظلوم وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد عد من القوم وهو خائب إن الله فسبحانه وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض بخره على العشاء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك يا لقلب يا لقلب سرور قد تولى في حبيبي في حبيب العم الأنام نوالا يا لقلب يا لقلب سروره قد تولى في حبيبي في حبيبي العمل أنا نوالا جل من شر جل من شر وضع الوجود يا لقلب الله
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا وسيم الشعرا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي عليك
مرحبا ببركات الهادي محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ليس أزكى منك أصلا يا الله قلت يا جد الحسين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وعليك الله صلى يا الله دائما طول الدهور يا الله ربي فاغفر وولدا صلى الله عليه وسلم مقتولا بيد العناية مقهولا بكحل الهداية فأشرق ببائه الفضاء ودلل الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المخرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصالة سلطنتي ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومع سائي قال فيما وصفه القرآن وعربه فضائل
الإنجيل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع مولاه بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيا على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولد القلوب سورا. Jamaah Salawat Al-Banjari Al-Mustasfiin dari Pandaan yang telah memimpin pembacaan salawat dari awal hingga akhir tadi, mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi kita tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, tibalah acara inti pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآية. صدق الله العظيم. Yang kami taati para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai, Sarjana Agama, Magister Agama dari Blitar. Yang kami hormati para bini sepuh, khususnya para bini sepuh lingkungan Jabon Jogosari Pandaan. Yang kami hormati pimpinan kita yang kita cintai, Bapak Kepala Kelurahan Jogosari Pandaan beserta Ibu Imam Pamuji. Yang kami hormati Ketua RW 7 Kelurahan Jogosari. Yang kami hormati pula Ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4 lingkungan Jabon Jogosari Pandaan. Hadirin dan warga masyarakat yang hadir serta panitia yang berbahagia, kali pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita diberikan nikmat yang luar biasa berupa kesehatan sehingga dapat menyempatkan hadir pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terselenggara pada hari ini tanggal 25 Januari 2014 di lingkungan Jabon Jogosari Pandaan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali kedua, selawat serta salam tetaplah tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, yakni atinul Islam yang kita peluk nanti pada akhir hayat.
Hadirin yang dimuliakan Allah,